السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. هنشوف دلوقتي مع بعض فنجان برج الجدي لسنه 2023. برج الجدي الفتره اللي فاتت كانت فتره متعبه، لكن اكيد حصلت عندك حاجات مفرحه. هنشوف دلوقتي سنتك اللي جايه هتكون عباره عن ايه، وايه الاقدام اللي عندك، وايه الخير اللي عندك. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وكتر في الاستغفار وفي الدعاء، اهم حاجه، لانه بيغير القدر على جميع الاوضاع بتاعتك. هنشوف ايه الترتيب وايه التقدمات اللي عندك. طبعا اهلا وسهلا بالمتابعين اللي عندي، واهلا وسهلا بالمتابعين اللي بيتابعوني من كل مكان. يلا بينا بقى نشوف الفنجان عباره عن ايه لسنتك القادمه. عليك بخير باذن الله، وربنا يجعل ايامك كلها مبشره يا مواليد برج الجدي. ونقول بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله. فترة ازدهار بالنفس الفترة دي. اول حاجة، انت حيران اليومين دول رغم ان عندك مكسب حلو جدا، او انت شغال في مشروع وهيبقى فيه مكسب عالي، في طاقة ايجابية عندك ما شاء الله عليك، في ارض هتنور. بس انت عندك شخصين هنا، شخصين بينك وما بينهم كان علاقة، بينك وما بينهم كان ارتباط، حصل بلوك او حصل انفصال عندك ما بينك وما بين حد من الشخصين دول، او الشخصين اصلا حصل عندكم بلوكات. عندك فلوس او جاية لك فلوس، او انت مقدم على شغل فهتكسب منه ارباح حلوة. ممكن كمان الوقت اللي جاي ده حد يرد لك مبلغ من المال كان مستلفه منك. انت عندك مال جالك، والمال ده هتحسه كده عوض من عند ربنا في الوقت المناسب بإذن الله. عندك حد هنا عندك حد في حياتك بيعدي بأزمات، او انت شخصيا بتعدي بأزمات، لكن عندك انفراجة حلوة جدا، والانفراجة دي هتحسن حالتك النفسية الفترة اللي جاية، عشان كده انت مركز جدا على الهدف. عندكم مرات اخ مش حبتكم بالخير، بتتفق عليكم للأذى، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا. عندك مفاجأة هتحصل، المفاجأة دي هتكون حلوة جدا، او في نفس الوقت ممكن تكون انت كنت بتحضروا لها بقالكم مدة، بس حس العراقيل، حس شوية مشاكل شوية ضغوط، فالوقت ده مناسب جدا ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب. بس خلي بالك كويس جدا من كل الناس اللي حواليك. عندك تفكير رهيب جدا الفترة دي، ما فيش نوم خالص، انتوا ما بتناموش اصلا. عندكم شوية تعب في المعدة، شوية تعب جسديا. انتوا يعني انتوا طيبين جدا، دايما بتحكموا بالعدالة، دايما اشخاص متفوقين جدا في كلمة الحق. بس انتوا عملتوا عملية، او ناويين تعملوا عملية، او حاطين عملية معينة في دماغكم، الله اعلم. بس ما تخافوش، انتوا لو هتعملوا عملية فهتعملوها ان شاء الله باذن الله. ما فيش الم، ما فيش وجع زي ما انتوا فاكرين وحاطين في بالكم الاوهام الكتيرة جدا. المناعة عندكم ضعيفة الفترة دي، فلازم تركزوا كويس جدا ان انتوا تهتموا بصحتكم زيادة عن اللزوم، علشان خاطر انتوا اللي مناعتكم في النازل، وطول ما مناعتكم في النازل الوضع اللي انتوا فيه ده ما ينفعش خالص. عندكم كمان هنا خير، والخير ده جاي لكم حلو جدا، بس انصحكم دايما ان انتوا ما تتكلموش عن اي حاجة تخص حياتكم الشخصية، اذا كان خير، اذا كان مال، اذا كان حد، زي ما يكون ما تحكوش، علشان الكلام الكتير بيرجعكم لورا. وفعلا انتوا بتعانوا من الحسد الشديد. الحسد الشديد ده هو اللي بيخليكم دايما عندكم وجع في الكتف وفي المعدة، ودايما تفكير كتير جدا، حتى معدل النوم بتاع صحتكم بدأ يقل، وعصبية واضح جدا على شكلكم. فلازم ان انتوا تهتموا بصحتكم الفترة دي، وتخلوا بالكم من الوجع اللي بيجي لكم فجأة، والنغزة والدوخة اللي بيجي لكم. بسم الله ما شاء الله عليكم هنا، رغم ان ظهر لكم حسد شديد، بس هتكونوا متفوقين وهتعدوا الايام دي على خير. عندك هنا فرحة خلال الايام اللي جاية انت منتظرها، في شخص كمان بيحبك جدا هيعترف لك بالحب ده، وممكن كمان من بعد الطاقة اللي انت هتاخدها ممكن تقرر تسافر، تقرر ان انت تشوف الحياة بشكل مختلف. عندك شوية ضغوط على العمل، او ضغوط في العمل، ضغوط في الحياة عندك معينة، الله اعلم. عندك هنا شوية كلام في العاطفة، شوية امور في العاطفة، شوية حاجات تخص العاطفة عندك، لكن الوضع اللي انت فيه ده هتكون فيه طاقة ايجابية وفيه تفوق. البعض منكم هنا عنده كده الحاسة السادسة العالية، اللي بيحس بكل حاجة بتحصل، او بيربط الاحداث ببعضها فبيطلع له نتيجة مذهلة. فكمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم نور من بعد الظلمة، وفي نفس الوقت ممكن يكون في مكالمة تليفون جميلة، ففيها تعويض، فيها خروج، فيها اثبات وجود، هتطلع من اللي انتوا فيه. ممكن يبقى في طاقة حلوة، فراق حلو، الله اعلم. وزي ما قلت لكم هيبقى في عزومة حلوة، وهيبقى في طاقة حلوة جدا هتفرحكم.
كمان انتوا الفترة دي حرفيا ماشيين بالتوازن. اي نعم الفترة اللي فاتت ما كانش فيه توازن عندكم في حياتكم خالص، بس الفترة دي انتوا قلتوا احنا لازم نكون عندنا توازن في كل حاجة في حياتنا، ولازم يعني نقدر ان احنا نصلح اخطائنا اللي احنا بنخطئها. وزي ما قلت لكم عندكم مرات الاخ او وطرف تاني بيتدخل في خصوصياتكم، عشان كده عامل لكم طاقة سلبية والحزن اللي انتوا فيه ده. كمان من فترة او من مدة معينة دخل شخص حياتكم، الشخص ده كان كله سم، ربنا خرجكم من حياته وطلعتوه بره، وانتوا فاكرين انه انتوا يعني كان مكسب ليكم، بالعكس ده كان خسارة كبيرة جدا وكان كله اذى وكله سم. فالحمد لله ان ربنا بيحبكم وطلعه من حياتكم. الفترة دي انتوا محتاجين الاحتواء، محتاجين الحب، محتاجين اي حد يطبطب عليكم، ما بقاش عندكم طاقة للاستغلال، ما بقاش عندكم طاقة ان حد يتدخل في حياتكم ويظلمكم. فبسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم بداية جديدة، والبداية الجديدة دي هتكون في اكتر من موضوع، بس ما تقلقوش النقلة اللي انتوا حاطينها في دماغكم اذا كانت من العاطفة او اذا كانت في الماديات هتحصل لكم الفترة اللي وهيبقى في طاقة إيجابية. بس يعني انتوا شاغلين بالكم في او شاغلين تفكيركم وراسمين حاجة معينة في حياتكم، بلاش التجربة علشان خاطر انتوا عندكم مهارات حلوة، عندكم تجارب في الفترة اللي جاية هتكون جميلة وهتكون مفيدة ليكم. بس دايما انصحكم ان انتوا صفحة الماضي تقفلوها من ورا ظهركم، علشان خاطر لو الشخصين دول عايزين يستفزوكم او زي ما يكون انتوا مشاعركم ما تتجرحش او تبقى في علاقة فيها توتر عندكم في حياتكم. والرسالة اللي هتجيلكم، الرسالة دي هتكون منصب حلو ليكم ان انتوا هتحضروا مناسبة حلوة، ومن ما بعدها ممكن تتخلصوا من حاجات عاملة لكم اذى او حاجات بمعنى اصح كاتمة نفسكم. عندك هنا حاجات، الحاجات المعينة دي يعني راحت بعيد عنكم، انتوا جواكم حزن، جواكم ظلم، جواكم كسرة قلب اكتر من مرة، ودايما انتوا بتعرفوا جدا تسحبوا الطاقات السلبية من الاخرين، فعشان كده عندكم حزن جوه قلبكم من اقرب الناس ليكم. كمان في ناس هنا هتكتشفوها على حقيقتها وهترموها بره حياتكم من غير ما هتزعلوا عليها. ليه؟ علشان هيكون له خروج من الحالة السيئة اللي انتوا فيها للأفضل بإذن الله، والحالة المزاجية عندكم هتتحسن وهيبقى عندكم مشاريع جديدة أو قرارات ناجحة أو حاجات ناجحة. كمان انتوا هنا عندكم حماس حلو جدا أو عندكم طاقة إيجابية، كل المشاكل اللي عندكم دي إن هيبقى فيها انفراجات حلوة، علشان الحس السادس عندكم عالية ودقيقة جدا، وعشان كده انتوا شغالين على تحقيق الأمنية بتاعتكم أو بمعنى صح على الطاقة الإيجابية. البعض منكم مركز في الحياة العاطفية، البعض منكم مركز في المشاريع اللي هو داخل فيها، البعض منكم مستني، البعض منكم الله أعلم. ثقتكم في نفسكم دايما بتشجعكم، ثقتكم بنفسكم دايما بتخليكم مميزين، دايما بتخليكم عارفين كل حاجة هتبدأوا ازاي وهتاخدوا ازاي. فتخلوا بالكم كويس جدا من اي طاقة سلبية او من اي عراقيل. لو انتم متجوزين فانتوا عندكم شوية عراقيل في الحمل او عندكم مشاكل مع الاطفال كتير جدا، فلازم تحصنوا نفسكم اول باول. في خوف انتوا خايفين او حد خايف، انتوا في خوف عندكم، الله اعلم، بس انتوا خايفين. وخلوا بالكم انتوا عندكم يعني القولون العصبي عندكم في مشاكل، يعني في طاقة في المشاكل. اي نعم الفترة دي الرزق بتاعكم واقف، دايما بتشتكوا من رجليكم بسبب المشي الكتير، بسبب الجري، بسبب لعبكم الله اعلم، بس دايما في شكوى من رجليكم بطريقة كبيرة جدا. فطول ما انتوا اعصابكم هاديه الفتره اللي جايه هيبقى في طاقه ايجابيه وهيبقى في اخبار حلوه انتوا هتسمعوها باذن الله. وزي ما قلت لكم السفر ده هيكون مغري جدا وهيفرحكم قوي وهتكونوا مبسوطين جدا. مين الشخص اللي عندكم متعدد العلاقات او متعدد ان هو دايما في علاقه، دايما بيحب العلاقات الكتير؟ هنا في استقرار عندكم في حياتكم العاطفية، بينكم وبين الأم أو الحما أو ست كبيرة عندكم مشاكل، دايما ضغوط، دايما طاقات سلبية، دايما يعني خوف، دايما في حالة من التوتر. الفترة دي انتوا بتعانوا من حالة الغموض مع حد معين، بس عندكم اكتشاف أقدام جديدة في حياتكم. وخلوا بالكم انتوا حاطين عينكم على حاجة معينة، مركز معين، طاقة معينة، حاجة معينة هتحصلوا عليها، علشان انتوا ضغطتوا من كل الاتجاهات، فحان الوقت ان انتوا تغيروا الحاجة المعينة اللي عندكم.
عندكم، وهيبقى في زيادة حلوة جدا في الراتب بتاعكم، وهيبقى حاجات أمور. انتوا دايما بتحلموا بالأحلام اللي بتديكم الرزق أو بتديكم دفعة لقدام، وبالفعل ده اللي ظهر لكم الفترة دي. هتطلعوا من حالة القلق وحالة التوتر، وإن شاء الله بإذن الله هيكون أحسن خبر هتسمعوه الفترة اللي جاية هو الخبر اللي انتوا مستنيينه وحاطينه في بالكم. كمان انتوا هنا محتاجين ترتاحوا شوية، محتاجين ان انتوا تهدوا اعصابكم علشان خاطر انتوا زعلانين قوي على نفسكم بسبب اللي بيحصل ورا بعضه. عندكم ميزة، يعني انتوا مميزين جدا ان انتوا تكونوا اشخاص متألقين، فانتوا داخلين على ايام جميلة باذن الله. نشوف بقى بقية قراءتكم، لان دايما بتدل على بقية تحقيق الاهداف بتاعتكم. بسم الله بسم الله. حرف الاف ورقم 7. رقم 7 ده بيميز لكم حاجة. حرف الاف في امور بينكم وبين شخص من حرف الاف، او في مواضيع، في حاجة تخصكم انتو، بس شايفة شوية او حبة دموع جوه عينيكم. الدموع دي بخصوص الفرحة، او بخصوص ان انتوا بتقولوا الفرحة بقالها مدة غايبة عننا، الفرحة بقالها مدة، يعني احنا حيرانين او خايفين، في امور معاكسة معاكم الفترة دي، في امور انتوا مستنيينها فمش عارفين تبدأوا ازاي، في حاجات بتحاولوا تحققوها فبترجعوا لورا الله اعلم. وكمان انتوا هنا متعصبين جدا او واخدين على خاطركم شوية. طيب من بعد وخدان الخاطر اللي انتوا عندكم ده، اقدر اقول لكم ان انتوا هترقصوا وهتفرحوا قوي. عندكم رقصة او رقص، يعني عندكم مناسبة حلوة جدا، هتكونوا مبسوطين جدا. بس ما تخلوش اي حد يتدخل في حياتكم مهما يكون الحد ده، مهما يكون ما تسمحولهوش ان هو يتدخل في حياتكم ابدا. ليه؟ علشان اللي بيتدخل في حياتكم ده بيكون مستني حاجة، وزي ما قلت ان انتوا عندكم اكتر من فرصة هتكون مفتوحة قدامكم لتجديد امور على وشأ التجديد، او على امور على انتوا عايزينها، او حاجات انتوا مستنيينها. شوفوا انتوا مستنيين ايه او انتوا عايزين ايه، انتوا اللي هتقرروا. في حزن، الحزن الفترة دي بس هتعدي على خير باذن الله. انتوا عايزين تنفصلوا عن الشريك او مستنيين حاجة تخص العاطفة، هو في رجوع عندكم، في بشرة خير. طيب انتوا هتفضلوا لحد امتى تعيطوا قبل النوم؟ هتفضلوا لحد امتى شايلين هم الدنيا على كتفكم؟ بإذن الله هتتحل، وكل حاجة صعبة ربنا هيسهلها في طريقكم. ليه؟ علشان انتوا عندكم تغيير لمجرى حياتكم كلها، بس انتوا اللي بتفكروا في السلبيات، وطول ما انتوا بتفكروا في السلبيات هتلاقوا زعل على طول. لا، عندكم حلم هيتحقق، وهيبقى فيه مكاسب حلوة، وهتبدأوا ان انتوا تحسنوا كل الاضواء، او كل هتستغلوا كل الفرص اللي ضاعت منكم، او كل الناس اللي كانت بتأذي فيكم، الغدر اللي وقع عليكم مع ناس كتيرة جدا، في حاجات انتوا بتسعوا لانتوا تحققوها، اكتر من باب فعلا دقيتوه وحان الوقت ان هو يتفتح. بس في حاجة، يعني ممكن تكون هي في نقطة سودة. نقطة السودة دي لإما انتوا جوه قلبكم، يعني من اللي انتوا شايفينه، لإما حد اتجاهكم، حد كده منافق، حد ما بيحبش غير نفسه، شخص فعلا يعني بيحبش الخير لحد بشكل سريع او بشكل كبير جدا، بس انتوا عندكم تيسير، وفي مفاجأة، وفي طاقة إيجابية بخصوص أمور أنتوا عمالين تفكروا فيها حاليا. البعض منكم عنده استعداد يستغنى عن أي حد مأثر عليه، البعض منكم عنده استعداد إن هو يمشي ويبعد عن أي حد مسبب له حتى ضغط نفسي. ليه؟ علشان أنتوا ما بتحبوش النفاق، أنتوا واضحين جدا في التعامل مع الناس، بس ما فيش حد واضح في التعامل معاكم، عشان كده انتوا فعلا حرفيا بتخرجوا ناس كتيره جدا من حياتكم بشكل سريع، وبتقولوا لهم انتوا ما تستاهلوش تكونوا في حياتنا. وعندكم اعمال ضاعت منكم هتحاولوا ترجعوها تاني،
او ازدهار. الازدهار ده هيكون مثل الورود، وهتكونوا مبسوطين بالاشياء الجديده اللي انتوا بتعملوها. انتوا بتقولوا ان مفيش حاجه حاجه بتتم عندنا، دايما طاقه سلبيه ودايما اذى، ده اكبر غلط. انتوا كمان عندكم عاده لحساباتكم، ان انتوا دايما بتدوا اكتر ما بتاخدوا. يعني ممكن تدوا الشخص اللي قدامكم كل السعاده، تكتبوا له كل حاجه باسمه، وفي الاخر انتوا اللي بتزعلوا وانتوا اللي بتندموا. فالفتره دي بداتوا تفكروا بالعقل، وبداتوا ترفضوا اي تعامل بالقلب مهما كان الموضوع او مهما كانت التجربه. بداتوا ترفضوا خالص فعلا اي حاجه تتعامل بالقلب. ليه؟ علشان بتقولوا القلب وقعنا في حاجات كتيره جدا. العقل بيدينا طاقه ايجابيه، وفي نفس الوقت بيخلينا نفكر في حياه افضل. اما القلب لو اتحكم في حياتكم انتوا اللي بتتعبوا، وما تخلوش قلبكم هو اللي يتحكم، لا خلوا العقل هو اللي بيتحكم في حياتكم. في كمان هنا يعني علاقه مع برج الثور. انتوا يعني ممكن تكون في علاقه تخص برج الثور، او لا اما انتوا بتحبوا برج الثور لا اما برج الثور بيحبكم، او في عندكم صديق من حد من لا اما من برج الثور لا اما من برج العذراء. في ميزة تخص البرجين دول من حد بيتعامل معاكم منهم. انتوا حابين التعامل، او حابين ان يكون في تعامل بينكم، فان شاء الله باذن الله لا اما في برج عذراء هيرجع لكم، لا اما في برج ثور هيرجع لكم وهيرجع لحياتكم، وهيكون في تميز حلو. ليه؟ علشان انتوا على وشك ان انتوا تخرجوا نفسكم من اي امور معاكسه، على وشك ان انتوا تشوفوا يعني تشوفوا حياتكم بشكل جديد. انتوا في ناس هنا قفلتوا منها قفله نهائيه، يعني اللي هو في ناس فعلا حرفيا عندكم لو في ايدهم نور لحياتكم انتوا مستحيل ان انتوا يعني ايه تتكلموا معاهم، او بمعنى صح مستحيل ان انتوا تفتحوا معاهم اي حاجه، وبتتجنبوا بقدر المستطاع النقاش معاهم علشان حاسين قد ايه ان هم اشخاص مش لذاذ زي ما مفكرين. كمان عندكم تقلب المزاج، كل ساعه بحال، كل دقيقه بحال، كل وقت بحال. رغم ان انتوا لما بتصمموا على حاجة بتعملوها، ورغم ان انتوا مفيش حاجة اسمها تخلى عن الهدف بتاعي او المشكلة بتاعتي، بس يعني بتعندوا بعناد طفل، بتعندوا بعناد طفل فعلا، بتعندوا بعناد اللي انتوا عايزين الحاجة دلوقتي، مالكمش دعوة بأي حاجة، الحاجة بتاعتكم عايزينها تتم، صح ولا غلط؟ طيب جوه قلبكم حنية وحب لكل الناس اللي حواليكم، بس مش لا مش يعني مش عارفين تعملوا ايه، او مش عارفين بمعنى اصح يتعاملوا ازاي مع الناس اللي حواليكم، واغلب الوقت ساكتين. في قلب البيت، في قلب بيتكم في مشاكل تخص حد، في حد دايما متعمد ان هو يعمل مشاكل، وطبعا انتم مش عاجبكم الحل ده خالص. دايما اقول امسكوا على ايدكم شوية علشان الفلوس متبخرة عندكم بشكل كبير. وكمان عندكم حد دايما بيبقى شاطر جدا ان هو يبين العكس، يعني لو هو وحش بيبين ان هو كويس، ولو هو كويس بيبين ان هو وحش، والحد ده انتوا عارفينه كويس جدا وعارفين ان هو ده طبيعته، بس هو دايما كده بتلاقوه متقلب المزاج. اليومين دول في شوية شد مع الشريك، الشريك حرفيا مضغوط، فبلاش تظلموه. الشريك حرفيا حاسس ان هو في حاجة غلط بتحصل معاه، وانتو مش هقولكم انتو مش حاسين، انتو برضو عايزين اللي يحس بيكم. فلو انتو جايين على الشريك حاولوا تهدوا شوية، انتو بقالكم فترة بتحسوا بألم زي ما ذكرت لكم، وده بسبب الحسد وبسبب الطاقة اللي انتو ملازماكم. وما تخلوش اي حد تكونوا قاعدين في قعدة او في مكان او في اذا كان اجتماع او اذا كانت مواجهة وحد يستفزكم، علشان انتوا لما حد بيستفزكم بتردوا على طول. لا، الفترة دي انا بقول لكم اسكتوا شوية، مش هتسكتوا عن ظلم او عن كلام سلبي، لا اسمعوا اكتر ما بتتكلموا. شوفوا الشخص اللي قدامكم هيقول لكم ايه، شوفوا الشخص اللي قدامكم هيعمل ايه، او هيفضل يستفزكم لحد امتى. يا هل ترى لحد ما تتكلموا عن الحاجة اللي هو عايز يعرفها بس هيجيبها بذكاء
ولا عن الحاجة اللي هو يعني نفسه ان هو يظهركم، يعني يقول اهو ما هو خلوا بالكم، يعني بلاش ان انتوا تستجيبوا بسرعة مع الشخص اللي قدامكم اللي بيستفزكم في دوخة، وبتحس ان الدنيا عمالة تدور قدامكم، وده بسبب اهمال لفترة الراحة بتاعتكم. فاديني بقول لكم خلوا بالكم من وقت للتاني، الضغط عندكم بيكون مرتفع او منخفض، وده بسبب ان انتوا متحملين فوق الطاقة بتاعتكم. التعب النفسي ده نتيجة ان انتوا شايلين اكتر من طاقة، وشايلين اكتر من مسؤوليات فوق دماغكم، وعشان كده مأثرة عليكم في اكتر من حاجة. وبلاش التفكير اللي طول الوقت عمالين تفكروا فيه، التفكير السلبي. انتوا واضحين جدا في التعامل، ورغم كده عندكم تفاؤل في المستقبل، وهيكون في تواصل حلو، وهيكون في امور هتقضوها على خير بإذن الله. انتوا حاليا على وشك ان انتوا تمتلكوا الحاجة اللي ناقصة عندكم، وعلى وشك ان انتوا هتفعلوا اكتر من حاجة لطيفة جدا ان شاء الله بإذن الله. طيب في مغامرة هتعيشوها مع بعض الأصدقاء، أو مغامرة هيكون فيها كده تضحية، وانتوا هتكونوا على وشك ان انتوا هتضحوا من أجل ان انتوا تسعدوا نفسكم. انتوا ما بتخافوش من عبد، بس بتخافوا جدا من ربنا، وعشان كده دايما ما بتفعلوش حاجة تغضب ربنا عنكم، ولو في حاجة حصلت عندكم من غير قصد دايما بتعودوا لربنا وبترجعوا وبتقولوا يا رب سامحنا. صح الكلام ده ولا مش صح؟ في ناس كلتوا معاها عيش وملح ونسيت العيش والملح اللي كلوه وطعنوا فيكم، بس انتوا ما فرقش معاكم وقلتوا خلاص. كل واحد في الوقت المناسب بيبان على حياته. عارفين اجمل ما فيكم ايه؟ اجمل ما فيكم ان انتوا في حر بتفهموا الاوضاع وبتقدروا اللي قدامكم جدا، دي فعلا حقيقة فيكم، بتقدروا الشخص اللي قدامكم، ولو حد جه اعتذر لكم في مثلا في حاجة خلاص بتمشوا كده. بس بكل واحد بتديله حجم معين، في واحد بتديه فرصة واتنين وتلاتة، وفي واحد بتديه فرصة واحدة، وفي حد بتديه فرصتين. كل حاجة بيحكمها الشخص اللي قدامكم. يعني لو كانت مشكلة كبيرة فانتوا بيبقى ليه، يعني كل شخص في حياتكم ليه مخزن معين او ليه خزين معين، ومن بعد كده انتوا بتبدأوا تاخدوا القرارات بتاعتكم، بتبدأوا تشوفوا انتوا هتتعاملوا ازاي وايه اللي هيبقى فيه عندكم. كمان انتوا هنا عندكم فرج بنسبة كبيرة جدا، والفرج ده هيجيب لكم خبر صالح في الامور بتاعتكم، وان شاء الله بإذن الله هيزول الهم. بس دايما اقول احذروا من طيبتكم الزايدة، علشان هي اللي بتأذيكم، هي اللي توقعكم في الناس الغلط اللي متعرضين دايما ان هي تتعبكم نفسيا. كمان انتوا عندكم نصرة قوية، والنصرة القوية دي هتخليكم ترموا اعدائكم ورا ظهركم، وهتخلوهم يرجعوا لكم تاني ويحاولوا ان هم ياخدوا رضاكم، بس انتوا مش هتبقوا خلاص، هتبقوا مش عايزينهم، وفعلا هتقفلوا الباب في وشهم زي ما هم قفلوه في وشكم. كمان انتوا هنا هتكونوا متعمدين الفترة دي ان انتوا تستغلوا الشخص اللي في حياتكم، علشان خاطر هتشوفوا الشخص ده ناولكم على ايه، الشخص ده عايز منكم ايه، الشخص ده بيفكر فيكم ازاي، هيكونوا فعلا في تعمد ليكم انتوا ان انتوا تعرفوا الشخص اللي قدامكم ميته ايه، او هيفضل كده لحد امتى. وزي ما قلت لكم ما تختلطوش بالناس اللي هي سبب النكد بتاعكم، او ما تختلطوش بنسبة كبيرة مع الناس اللي هم طول الوقت ما بيحبوش غير نفسهم. انتوا دايما بتتورطوا في حاجات بتأذيكم، خلوا بالكم، بتتورطوا ان انتوا يعني تيجوا على نفسكم من مصلحة الشخص التاني، بس دايما مزاجكم عالي، دايما مميزين جدا، ودايما كل الاشخاص مجرد ما بتدخل بتعرفكم انتوا على ايه. ليه؟ عشان في قعدتكم مميزين، في ضحكتكم مميزين، ما بتقولوش الكلام غير بحكمة، ما بتتعاملوش غير دايما ماشيين بالحكم، او دايما كده بتحبوا فعلا ان انتوا تبانوا ان انتوا مميزين، وده بالفعل ده حقيقة فيكم، بس مفيش حد فهمكم كده. انتوا بتدوروا على الصديق المخلص، بتدوروا ان انتوا يعني تفعلوا خير كتير، يعني انتوا اصلا بتفعلوا خير كتير.
وما بتحبوش الشر، يعني ما بتحبوش تساعدوا حد كده. ممكن يعني ممكن يجي حد يقول لكم احنا عايزين نأذي فلان، انتوا طبعا ممكن تقطعوا علاقتكم مع الشخص ده، ما بتحبوش الأذى. بس في علاقة غامضة عندكم، والعلاقة الغامضة دي من أصعب الشخصيات اللي انتوا بتتعاملوا معاها. شخصية صعبة، شخصية متقلبة المزاج، بتضحك في وشكم وهي أو هو شخص غامض، وانتوا دايما بتبينوا العكس. انتوا ممكن تكونوا شايلين هم الدنيا والقلب عمال ينزف نزيف كده، وانتوا تبينوا ان انتوا بتضحكوا. عندكم كمية صبر رهيبة الفترة دي، لكن الوقت ده مناسب جدا ان انتوا تبدأوا تعكسوا وتبدأوا تشوفوا النجاح اللي قدامكم وتمضوا عليه في فرحة كبيرة. ورغم كده انتوا مفوضين امركم لله وبتقولوا يا رب احنا مناش حاجة او مناش اي حد غيرك. فالفترة دي انتوا بحاجة للقوة والسيطرة على نفسكم وعلى العصبية وعلى المجهود اللي انتوا عمالين تبذلوا فيه في حياتكم. ومهما تكون ان الفترة دي فترة صعبة وبتمروا بضغوط حاليا، لكن ممكن تكون الضغوط دي بسبب دراسة او بسبب عمل انتوا عايزين تعملوه، لكن بإذن الله فرحتكم هتتم على خير والاستكمال بتاعكم هيكون حلو جدا. ليه؟ علشان انتوا هتلاقوا الناس المناسبة اللي فعلا هيكون قدركم ان انتوا تعيشوا معاهم، وده طبعا هيكون خير جدا من عند ربنا. وزي ما قلت انتوا بتكرهوا الكذب والنفاق والخداع، وبتحبوا جدا الشخص اللي قدامكم يكون بريء في ردة فعله ويكون بيتعامل بما يرضي الله، علشان انتوا عندكم كشف الكذب زي ما بيقولوا، انتوا اصلا جهاز لكشف الكذب، مميزين جدا. بس مشكلتكم ان انتوا يعني كده في حاجة غلط جوه قلبكم، ولما بينفس صبركم ما بتتعاملوش بعقل، انتوا بتتعاملوا بشكل مختلف، يعني بتحسوا انتوا ما عندكمش عقل اصلا، بتتعاملوا كده وخلاص. من وقت للتاني بتحسوا بالوحدة، لكن في رزق قريب منكم، والرزق ده هيكون من بعد الضيق اللي انتوا حاليا مريتوا بيه. الايام اللي جاية هيكون في فلوس جاية لكم، وهيكون في اخبار سارة، وزي ما قلت الاضواء هتكون متسلطة عليكم، وده بيدل ان انتوا عندكم روقان وعندكم بشرة هانت جدا على وشأ تدخل حياتكم. وبمجرد ما هتدخل حياتكم هيبقى في تعويضات حلوة، هيبقى في خطوة هتثبتوها. انتوا خلاص قربتوا تعملوا حاجات كتيرة مختلفة، لكن انتوا اذكياء جدا، اذكياء بمعنى كبيرة او بمعنى حلوة او بمعنى سريع، ودايما مميزين باكتر من كشف حقيقة او باكتر من طريق في حياتكم. وفي كمان هنا دقة في التفاصيل، وهتحطوا عنوان جديد لحياتكم. ليه؟ علشان الأخبار السارة على وشأ يعني الأخبار السارة على وشأ دخول حياتكم، والأخبار السارة على وشأ إن أنتوا تخرجوها من حياتكم. ولو عندكم زوج أو أم شريك أو حد من أهل الشريك، ما تدخلوش حد من أهل الشريك في أدق التفاصيل في حياتكم. ليه؟ علشان أدق التفاصيل لما حد من أهل الشريك بيدخل فيها بتلاقوا كده المشاكل. خلوا بالكم من النقطة دي، ودايما اقول العين ما بتحبش تشوف اللي احسن منها، العين ما بتحبش تشوف ان انتوا احسن منها. بتلاقوا دايما في نغزة في القلب وفي حقد، وما تكرروش نفس الغلطة اللي انتوا غلطتوها قبل سابق. وديني بحذركم وافتكروا كلامي كويس جدا، علشان بإذن الله هيكون في اخبار حلوة وخير على حياتكم. وبكده نكون خلصنا قراءتكم. يا رب قراءتكم تكون عجبتكم ونالت مرادكم، وانتظروا مني كل جديد الفترة اللي جاية هنزله لكم من أجل عيونكم إن شاء الله بإذن الله.